حياكم الله مشاهدينا مجددا في كلام اليوم، اليوم 53 في برنامج رصيدك 8. هنا آصال تقول مداخلات الدوسري ولو أننا ما نسمع إلا أنها تبقى الأفضل وبعدها ربيع، ايش رأيك فيها؟ لا والله العظيم إني أول أنها مداخلات سيئة لا يفهم منها شيء، وأنت يعني اخترت تغريدة. طيب. أنا في تغريدة هنا من الأخت يعني سيموتا تقول والله إني أول مرة أتفق مع معيان، دخل محشي رأسه بدون محشي رأسه بس يرد بدون ما يدري وش الموضوع. إحنا ندري والفقرة تدري والعالم يدرون والجدران يدرون، كتنام أكثر من وجودك. طيب. نومك أكثر من وجودك. تشكك يا فهد في اختيار التغريدات. طيب اختار تغريدة من الجانب الآخر. ميم تقول الدوسري كل مداخلاته قاطع صوت ما يسمع لهم، ليت يغير هالشي فيه ويسمع وبعدها يرد. هنا حساب اسمه BEE يقول الدوسري ما زانت لك؟ لا يقول متحور ايش؟ ما واضح. يقول هنا الدوسري يقول بإذن الله إبراهيم. طيب صح الفهري ذي الأيام ماش، جيبوا الفهري يمكن يكون آخر ظهور له في الفقرة. يا رب منصور يا رب. ما يصير تقول اطلع برا. هنا تغير يقول منصور ما يقول ما يصير تقول اطلع. لا محمد الدوسري المفروض حدفنا ما قلنا نطلع برا. ما أنا 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 هذه الحلقة رقم 10,000 لي، ما عمره متسابق أصمقني مثل ما أصمقني محمد الدوسري أصمقني. أحياناً طبعاً حاولنا نتعامل مع محمد ترى بأسلوب راقي، محمد انتظر ورد انتظر ورد ما نفع. بعدين قلت يا فهد اسكت يا فهد اسكت، محمد تفضل، قام يهاجم الفقرة يهاجم لا يهاجمنا. طيب أنت عندك فكرة رد عليه، ليش تهاجمنا؟ طب إذا وصلنا إلى المرحلة هذه فأنت آخر على طلع برا يا أخي. الكونفش الروم بصراحة غيرك أحق به، ترك الفيصل اللي طلع وهو برا أحق بالكونفش الروم منك يا محمد الدوسري. يونس الخالدي اللي افضل منك في المقاطع وهو طلع تقريبا ثاني وثالث واحد، والله انا احق من الكلام والله. شفنا في الفاصل مقاطع جميله جدا، اشكر المتسابقين على هذا الاداء الرائع، زيدان احمد الحاصل فريق جالس يعمل، وهناك تقرير ان شاء الله تعالى قادم وهناك تقرير قادم. طيب محمد الفهري اسعد الله صباحك. يا مرحبا ومسهلا يا هلا والله. محمد الفهري وجودك في الفقرات وغيابك زي بعضها صحيح؟ الله يحيد الوجه. أجاوبك نقطة نقطة ولا يجاوبني على سؤالي، هل وجودك في الفقرات وغيابك زي بعضه؟ ما هو أنا لا أنا موجود لا حضرت، وضعي معروف جدا. طيب المقطع موجود يا شباب، أعطونا المقطع تفرج معنا يا محمد. إسبان ولا بخسران تواجد طيب أنت بكشف لي ما انا كسبان ولا بخسران، ان جيت مرحبا ومسهلا عضف في الكرم وان غبت في وحش الودن. ان حضرت في زود اني حضرت الفقره وما حضرت زود انك حضرت الفقره. ايه وش عندك؟ وش الشيء اللي قدمته لهذا الحين؟ تقول والله عادي وزحلق على البلط. ما قدم شيء. طيب زود على الفقره واشرح لها. اسمع هذه قومتك، هذه قومتك قومتك على ساق وقدم. وين؟ واشرح لهذه واشرح لهذه لو تمشي على كيعانك ما وصلت للمرحله اللي وصلوا لها اللي بشرح لك بعلمك. الله يوفقكم. لا 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 يا كبروا تطوا الله يوفقكم. هذه ارجعك مقسم رب السموات والارض جينا على هلا ابو اشتغل لا اشتغل ابو اشتغل بس هذا كسبانين كسبانين انت قاطل التوزع موضوع جيد صحيح. وش قلت؟ موضوع جميل جدا حياك الله يا محمد. شفت اللي صار في المقطع، أضيف لك هذه التغريدة عشان ترد عليها مرة واحدة. مجيد يقول الفهري خذلنا، هل خذل جمهورك يا محمد؟ من ناحية الله يحفظك خذل جمهورك في ظهورك في تفاعلك في رصيدك. هل تعلم يا محمد الفهري إنك من أعلى المتسابقين في الخصم في الرصيد الخفي؟ هل تعلم هذا يا محمد؟ الله يحيي ذا الوجه. أنا بعلمك حبة حبة وأحاول إنك ما تقاطعني. ردنا على كلام فهد يوم يقول الصلاة جاوبني أول بعدين رد على فهد أجاوب فيش علمني يا حبيبي. هل أنت خذلت جمهورك؟ لا ما خذلت جمهوري.
طيب ورصيدك الخفي اكثر واحد خصم انت ايش رايك؟ الخفي اللي يعلم به الله. انا ما ادري لو اني مطلع عليه حطيت. انا اقول لك الان معلومه يا محمد، انت اكثر خصم في الرصيد الخفي، ايش رايك؟ ما ادري اذا كان قد به علوم ولا قد به شيء من وراي، ولا محمد ما يبدأ لي. ما في شيء من وراك، هذا فعل يمينك. فعل يميني وافي، بتعرف يا فهد. لا فعل يمينك، فعل يمينك هو اللي ودك للبرايم، فعل يمينك ما هو بوافي في البرنامج، فعل يمينك سيء. الان يا محمد الفيري الله يحييك، شكل الباب. الصلاه ما تعرفها يا فهد، اسمع مني يا فهد، كان قد انا اكمل بعد اذنك بعدين رد. ابى اكمل بعدين رد الرجال. ابى اكمل بعدين رد. الصلاه يا محمد الفيري ما تعرفها. أهلك وجهوا رسائل كثيرة المسؤول المتسابقين عشانها. صلاة الظهر متى آخر مرة صليت الظهر في المسجد؟ متى آخر مرة صليت العصر في المسجد؟ الفقرات ما تحضرها، تجاوز حدود، تخطي على مقدمين، غياب عن الفقرات، غياب عن الريالتي، تنام اعذرني تنام 10 الصباح وتصحى الساعة 8 ولا 9 المغرب، بعدين تجي تقول والله فعلي وافي ولا خذل جمهوري. إلا خذل جمهورك ومستواك متدني، وأتمنى أنك تخرج لأنك أصبحت الآن صفر على الشمال وزيادة عدد في البرنامج. خلصت؟ تفضل يا أحمد رد. خلصت؟ أولا ودي الرب يقدرك يا فهد من تعرية الصلاة، فلنت بربي الأعلى، إن كان بها كلام من في بطنك الظاهرة الصلاة لنت بربي الأعلى. اسمع كلام اللي في بطني ظهرتك. أنت عارف، أنت عارف إيش في خاطري. لا تحطها عذر. لا ما أعرف، أنا بربي الأعلى. أنا هنا أنتقد اللي يطلع الشاشة إنك ما تحضر الصلاة. أنا ما قاطعتك لو سمحت، بس أبو عبد الله ذاك اليوم يقول في أشخاص مقطع على الصلاة ولا طراهم، لكن أنت قلت في بطنك كلام والله ما نداري شو. أنا عارف ذبير وغطاها. الثانية، أما من ناحية الفهاج المذلة عارية فاتحين أبوابها، عزة النفس جنبية الأصيل والمذلة عارية فاتحين أبوابها. الرجال لا يسكت علينا إسقاطات وحنا نغليه ونقدره. ألو، أنت من بدأ بهذه الإسقاطات؟ أنا ما بدأت بالإسقاطات. بعدين أنت لا تتجاوز دقيقة، لا إحنا ما قد رحنا المسألة بهاج، إحنا عاد حن فيك أنت. أنا بعلمك، أما أنا ما تب. طبعا احنا طلعنا فاصل ورجعنا، ما يحتاج اقول لكم ليش الفاصل، معلش ما احتاج اقول لكم انه الموضوع ما ادري بصراحه، لكن ما زال محمد الفهري يعني هو بصراحه ما في كنترول. يا اخي ترى المساله اضبط اعصابك واسمع الكلام يا اخي. اعلامي يا محمد الفهري. محمد الفهري شو؟ انت اعلامي تكمل عندك، لأنك بصراحة أنك يعني لا يا أخي هذا الظهور لا يليق بك. دقيقة المسألة أبسط من ذلك. الواحد يدخل كومبوش الروم يضبط أعصابه بس ويسمع الكلام. أنزل لك الكلام خذه، ما زال لك اتركه، ما له داعي للتنبيه. محمد واضح أنه مشحون. أنا جدا. محمد الفهري كان من أعلى على 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 مداخلاته ولو قطعتك في الكومبوش الروم كلها ما قد شفته بهذا الشحن. إيه لا أنا بعلمك ليش. محمد الفهري يعرف أنه مقصر، ويعرف انه الان اصبح صفر على الشمال الاسبوع هذا، لا شيء
يعني استلم الشيخة مرة ثانية وراحت وبتروح منه ما حد درابه، غياب فظيع. أغلب خصوماته في الخصم الخفي عشان الغيابات، غيابات 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 غيابات، ثم يأتي بكل بجاحة عند المقدم ويقول أنا حضوري في فقرة كزوت. يا شيخ ما حد درابك أنت يا رجل، يا السلامة يا الله السلامة. جميل. ما حد درابك. إذن خلونا نذكر بالأسماء اللي موجودة في البرايم. محمد الفهري، لا أتمنى أن يكون هذا آخر ظهور لك محمد لو كتب الله هذا. أنس مساعد، أنس مساعد كان يقول في أحد البرايمات أنا لا أستحق، اليوم تتوقع أن أنس لا يستحق؟ بيقولها ما أدري، هو أسأله أنا أرى في وجهة نظري. أيوه. يستحقين، ما يستحق واحد، إذن يستحقين على حد زعم. عيان خالد الشمراني لأول مرة يكون في البرايم للأسف، يوسف المزروعي وسالم الشمري. اليوم القرية تتزين بزينة رمضان، فيه صورة أظن الشباب لو جاهز يعطونا إياها، التجهيزات والأجواء كانت جميلة جدا يا فهد. اليوم الشباب كانوا يعني هيئون أنفسهم بأنفسهم، ملاعب طائرة، صراحة أجواء جميلة جميلة جدا، تمنيت بصراحة أن يكون متسابق. نحن موعودون على هذه الأجواء اللي شفناها للأمانة في المغرب والعصر بأجواء رمضانية بارعة الجمال. سأل الله تعالى أن الله يبلغنا هذا الشهر لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. الأجواء في القرية الآن روحانية ورائعة وجميلة، رمضان زبدة الزبدة، رمضان ذروة البرنامج. أتمنى من الجميع الحرص على التفاعل في ساعات الليل التي ما قبل رمضان وفي رمضان. الأجواء كانت رائعة اليوم والله، كان فيها روحانية عجيبة، تفاعل من الجميع، الجميع ركب، الجميع يشتغل، كأن حن في ليلة عيد، وهذا منظر الأمانة رائع، يشكرون عليه الشباب وتشكر الإدارة على توفير هذه التجهيزات. جميل جدا. إذن بقي عن رمضان أيام، مثل ما ذكر أبو محمد إن شاء الله يبلغ رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يعني البرايم الجاي إن شاء الله تعالى بيكون في رمضان بإذن الله. نعم. بإذن الله. طيب فيه اليوم في كلام عن موضوع خروج محمد الدوسري، لما خرج وفي مقارنة بين خروج محمد الدوسري وخروج محمد السريعي، فالناس جالسة تقول كيف إنه هذا يخرج بكل سهولة وهذا ترفضون مضطر للخروج بهذه الطريقة. طبعا لا أحد يخرج في هذه القرية إلا بإذن أو خصم الرصيد أو يخرج من في يعني قرار من مؤتمر الجمهور، مثل ما صار مع مثلا صالح المكسر وزي كذا، فلا تلخبطون الأمور في بعضها، فكل شيء محسوب. اليوم بصراحة أنا جالس أسمع معلومات عن حجم وليس يعني عدد الرصيد الخفي اللي قاعد يصير عند الشباب، في تفاوت كبير جدا، في ناس كانت تقول إحنا ممتازين إحنا كذا، الخصم الخفي عندهم كبير، في ناس العكس. أنا أعتقد يا منصور إن, 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 إن على حد علمي يعني طريقة الخروج لإبراهيم تعني خصم الرصيد الظاهر من وطرحه من الرصيد الخفي، يطلع لك الناتج وبناء على ذلك تترحل إبراهيم. محمد الفهري كان من أعلى الناس رصيد، من أعلى الناس رصيد في الخصم ظاهر. من أعلى الناس رصيد ظاهر، والدليل أنه أخذ الشيخ ممتاز. الآن دخل إبراهيم، إيش يدل عليه؟ على أن رصيده الخفي متضخم جدا. نعم. إذن يوم يفصلنا عن من سيخرج غدا في البرايم. ما بقي إلا نشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زد رصيدك جاي عيد الذكريات.